السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم وسيم من مجوهرات السلام. اختصاصنا هو بيع الذهب 18 الكارة وكنديروا لا ليفريزون للمغرب كامل. فين ما كنتي في المغرب نصيفطوا لك لا كوموند ديالك، ما تخلصي والو حتى تجيك الباب الدار ان شاء الله. ومرحبا والف مرحبا بكم لاله كريمه. وعليكم السلام، تحيه ليك ومرحبا والف مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله عندنا هميزات واثمنه اللي جد مناسبه وفي متناول الجميع، واللي بغى شي حاجه معلي غير يتواصل معنا في البريفي. رقم الهاتف اللي هو 06 52 15 78 69 15 78 69. شي بقى عندكم اختي سناء؟ وعليكم السلام، بغيت الكورميت ديال اليد. مرحبا اختي ساره، كاينين غوريكم بعد. اول حاجه اختي سناء تحيه ليك، مرحبا. لاله كريمه مرحبا والف مرحبا. اول حاجه غنبدا لكم غير بهادو ديال النقره اللي دايرين عندنا اليوم فيهم بروموسيون. هادو غير ديال النقره، انا كندير الذهب اغلبيه ولكن هادو ديال النقره. نشوفوا شحال الثمن ديالهم. هادو الثمن ديالهم اللي هو 250 درهم. هادو ها هما اللي بغيتيو، اللي بغاهم يدير لهم سكرين. ومرحبا، راه عندي منهم الموديل اللي بغيتوهم. 250 درهم اللي هي 5000 ريال، 25 اورو. 25 اورو الموديل اللي بغيتي ديري له سكرين وتواصلوا معنا في الخاص. ومرحبا، هادو الثمن ديالهم اللي هو 25 اورو اللي هي 5000 ريال. هادو ديال النقرة خلاص، اللي بغاهم يدير لهم سكرين. هادو هما اللي عندي جبت لكم باش تشوفوا. ونحلوا السي ايكو تاع هو، راه جا الجوع مسكين جاي ياكل. هادو الثمن ديالهم اللي هو 25 اورو اللي هي 5000 ريال. الثمن جد مناسب، واللي بغى شي حاجه مرحبا. هادو 25 اورو اللي هي 5000 ريال. هادو كل حاجه شنو مكتوبه فيها؟ كاين هادي فيها توكلت على الله، وهادي فيها هذا من فضل ربي، وهادي فسيكفيكم الله وهو السميع العليم، وهادي فيها الحمد لله، وهادي حتى هي بحال الاولى. هادي ونعم الوكيل مكتوبه قل اعوذ برب الناس. المهم كاين الموديلات، المهم هادو غير وريتهم لكم بالنسبه اللي بغاهم شي حاجه تشريوها رجالاتكم ولا تشريوهم لخوتكم ولا ولادكم ولا اي واحد. المهم هادو اثمنه اللي جد مناسبه. فالناب دارو في سبيدرما، انه المغربي يا سادة. الله يحفظك اختي كاتي، شكرا لك بزاف ومرحبا. بغينا البارطاج، كلشي بارطاجي معاكم اللايف باش في اخر الشهر نشوفوا شكون اللي يربح معنا السنيسله ديال الذهب. بارطاجي بارطاجي. سرت 3-7 مازال ما جبتش على الامينه. سمحوا لي. المهم انا نوريكم لي موديل اللي كاينين اليوم ان شاء الله باثمنه اللي جد مناسبه كيف ديما. كاين هاد الحلقات اللي حطاريين ديال الحضور، هاد الموديل هادو حطاريين هاد الموديل ديال الحضور. الثمن ديالهم هو 6000 درهم. هادو الثمن ديالهم هو 6000 درهم 120000 ريال، 600 اورو. هادو الثمن ديالهم هو 6000 درهم 120000 ريال اللي هي 600 اورو. هادو اللي بغاهم يسكرينيهم يتواصل معنا في الخاص. ومرحبا. وعليكم السلام اختي نورا، مرحبا والف مرحبا بك. لاله امينه، لاله خوله، لاله حكيمه، ام اسلام تحيه لكم. سمحوا لي ما شفت الميساجات. سلام اختي كارينا، ثمن الكوغميت شحال الثمن؟ انا نعطيكم الثمن ديالهم. هادو الثمن ديالهم هو 6000 درهم، 6000 درهم 120000 ريال.
120 الف ريال. ها انتم اللي بغاو يسكرينيهم ومرحبا و الف مرحبا بكم. كاين واحد الموديل هذا انا نوريه لكم، هذا الثمن ديالها اللي فيها خميسه وفيها شوبر غلال ضو صحيحه، الثمن ديالها اللي هو 6000 درهم 120 الف ريال. هذه فيها شوبر لي طويله، الثمن ديالها اللي هو 120 الف ريال 600 اورو، كتجي رائعه في اللبسه. اللي بغا يسكرينها ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. الثمن ديالها اللي هو 6000 درهم 6000 درهم 120 الف ريال. هذه راه فيها الخضر هنايا فهادو، وهنا حمام مرين، الثمن ديالهم اللي هو 6000 درهم. شنو ما كاين عندي شونسي. هادو الثمن ديالهم اللي هو 6000 درهم 120 الف ريال 600 اورو، موديل غزال ورائعه. واللي بغا يسكرينها ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. 6000 درهم ليا 120 الف ريال 600 اورو. نوريكم داكشي غير اللي مدخل من اليوم ان شاء الله. كاين هادو حلقات ديال 6000 درهم حتى هما 120 الف ريال. عيد ميلاد سعيد خويا وسيم، خويا دري جوايو زانيفيرسير والعقبال ان شاء الله ل 100 عام تتشوف وليدات وليداتك ان شاء الله يا خويا الله يحفظك. شكون عندي عيد ميلاد انا؟ لا دريس خصك تقول له ها هو قال لك هابي بيرثداي خاي دريس، ما عرفتش يقولها باللونجري. قال لك جوايو زانيفيرسير خاي دريس. هادو الثمن ديالهم هو 6000 درهم 120 الف ريال 600 اورو. اللي بغاهم يدير لهم سكرين ومرحبا. براسليات كبار واخا اختي مرحبا على الراس والعين. العلاقات اللي بغا شي علاقه كبيره وزوينه ها هما كاين عندي باثمنه اللي جد مناسبه. كاينه هاد 3 دي اللي غزاله ورائعه، الثمن ديالها اللي هو 3000 درهم 3000 درهم 60000 ريال 300 هذا الموديل. 3000 درهم ليا 60000 ريال، ها هي قداش 3000 درهم ليا 3000 درهم 60000 ريال. واللي بغا الاناناس اللي فيها 4 ديال اللويات ها هي، الثمن ديالها اللي هو 24000 ريال. هادي فيها 4 د اللويات ب 24000 ريال، هي 120 اورو. وهادي 3000 درهم هي 3000 درهم 60000 ريال 300 اورو. اللي بغاهم يدير لهم سكرين ومرحبا. بس يموت الله الا ما تهلا لي في ايكو. ها انت اخي ادريس، انت واش كنتهلا فيك اخي ايكو ولا ما كنتهلاش؟ والله ها انت باش تعرفوا بلي كنتهلا فيك ياك. واخا كاين هذا حتى هي ب 3000 درهم، هادي الحميم مرا كتجي رائعه خويا. جاوبني شحال راه تكون الغليظه؟ الغليظه ب 190000 ريال اختي هاد الغليظه. هادي الثمن ديالها اللي هو 60000 ريال 3000 درهم، فيها حجيره في الاحمر ومسيرتيها بالحجر من لهنايا. هادي حتى هي ب 3000 درهم هي 3000 درهم 60000 ريال 300 اورو. هادي ب 1200 درهم هي 24000 ريال 120 اورو. اللي بغا يسكرينها ومرحبا بالجميع. خلاص هذا الموديل هذا ب 1500 درهم هي 30000 ريال، موديل ديال العوينه اللي خطير كيجي في اللبسه. 1500 درهم هي 30000 ريال 150 اورو. اللي بغا يسكرينها ويتواصل معنا في واتساب ومرحبا. عندنا شريط لديد ثلاثه خيوط كيدخلوا في اليد بالنسبه للناس اللي كيبغيو شي حاجه ديال الخيوط. هادو الثمن ديالهم اللي هو ب 160000 ريال، 160000 ريال اللي هي 8000 درهم 800 اورو، 8000 درهم هي 800 اورو. اللي بغاهم يسكرينيهم ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. 8000 درهم على سوم 350 درهم هادو الغرام، هادو ب 8000 درهم غير هميزه هادو ديال هاد النار، ب 8000 درهم اللي هي 160000 ريال 800 اورو. اللي بغاهم يسكرينيها ويتواصل معنا في واتساب ومرحبا. 8000 درهم 160000 ريال. واللي بغى اي حاجه يتواصل معنا في البريفي ومرحبا بكم. كاينين حلقات على هذا الشكل هكا، الثمن ديالهم هو 3000 درهم، هادو ب 3000 درهم هي 60000 ريال 300 اورو. اللي بغاها حتى هي يتواصل معنا في البريفي ومرحبا. 3000 درهم هي 3000 درهم 60000 ريال. اللي بغى يدير لا كابتور ديكرون وما عليكم غير تواصلوا معنا في البريفي 06 52 15 78 69. الله يحفظكم رجال بمعنى الكلمه تبارك الله عليكم. الله يحفظك اخي ادريس، تحيه ليك وجوايو زانيفيرسير ان شاء الله. من نجي لهنا نصابوا لك شي حلوه كبيره ومرحبا. الله يحفظك اخويا ادريس، اللهم انك عفو تحب العفو. يلا انا نكمل لكم لي موديل. كاين غافينيتي، كاين الحلقه ديال غافينيتي اللي على هذا الشكل هكا فيها سنيسله. سمحوا لي هذا الموديل هذا ديال غافينيتي فيه بوندونتيف وحلقات جايين هابطين وخاتم. هذا كومبليت الثمن ديالو ب 5000 درهم ليا 100000 ريال، 5000 درهم ليا ب 100000 ريال. عندنا واحد منه وعندنا واحد خلاص من الموديل اللي ما فيهش لا سلسله لا والو. انا نوريه لكم هذا ب 5000 درهم، اللي عجبو يدير له سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. اما هذا فيه حلقات على هذا الشكل كيجيو بالمسمار ديالهم، وهذا خلاص بوندونتيف طويله وخاتم زويون وصحيح. الثمن ديالو اللي هو 4400 درهم 88000 ريال.
اللي هي 440 اورو اللي بغى يسكرينيها ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. وهذه الثمن ديالها اللي هو 5000 درهم 5000 درهم 100000 ريال. يلا بغينا الناس كاملين اللي في اللايف يبارطاجيو باش نزيد لكم في الميزات، واللي بغى شي حاجه على الرسول هادو دي موديل اللي غزالين ومرحبا. هادو الثمن ديالو، انا نزيد لكم واحد الميزه واحده اخرى. كاينين هادو ب 140000 ريال، جوج بغاس جوج خيوطه كيدخلوا في اليد شي حاجه زوينه، الثمن ديالها اللي هو ب 140000 ريال هي 7000 درهم 700 اورو تقريبا. اللي بغاهم يسكرينيهم خاصه راه ذهب 18 كاره اللي عندنا في المغرب اللي كيبيعوا الذهبيه كاملين مقارنه، كاين الاثمنه اللي جد مناسبه ومرحبا بكم. هادو الثمن ديالو اللي هو 7000 درهم 140000 ريال 700 اورو. اللي بغاهم يدير لهم سكرين ومرحبا. اختي شاديه تحيه ليك، لابس الحمد لله، الله يحفظك اختي الحمد لله. بجع عصير سمو شحال كيدير. مرحبا اختي سعيده، هذا ب 7000 درهم 140000 ريال اللي هي 700 اورو. اللي بغاهم يتواصل معنا في الخاص ومرحبا. 7000 درهم 140000 ريال. كاين 3 بغاسلين اللي على هاد الشكل ما فيهم لا حجر لا والو، الثمن ديالهم اللي هو 12000 درهم 1200 اورو. اللي بغاهم يدير لهم سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. 12000 درهم اللي هي بمليون و 40000 ريال 1200 اورو. اللي بغاها يدير لها كابتور ديكرون ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. 12000 درهم اللي هي بمليون و 40000 ريال 1200 اورو. اللي بغاهم يدير لهم سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. هادو راهم دوبلي من الداخل غزالين، 12000 درهم مليون و 40000 ريال. هادو اثمنه اللي جد مناسبه وفي متناول الجميع. يلا بغينا اكبر عدد البارطاج باش كلشي ان شاء الله يشارك معنا في المسابقه اللي دايرين لكم في اخر الشهر ومرحبا. كاين هادو ثلاثه اللي بغاسلي 8000 درهم 8000 درهم اللي هي 8000 درهم 160000 ريال 160000 ريال. هذا الموديل اللي بغاهم يسكرينيهم ويتواصل معنا في الخاص. 160000 ريال 3 بغاسلي كيجيو مسيغتين بالحجر، جايين هنا فيهم حجيرات، الثمن ديالهم اللي هو 160000 ريال 800 اورو 800 اورو. اللي بغاهم يدير لهم سكرين مرحبا. لوبلوبا وعليكم السلام اختي مرحبا. اللي بغا شي حاجه يدير لا غير كابتور ديكرون وحنا ما علينا غير نتكلفوا صيفطوا لكم لاين دينا في المغرب. كاين هادو الثمن ديالهم ديال 3 دي اللي الثمن 9500 درهم 950 اورو 950 اورو اللي هي 190000 ريال. وسيم انا جيت وبارطاجيت في الجروبات والصديق اللي عندي. الله يحفظك اختي شاديه شكرا لك بزاف. واسي معايا بارطاج بارطاج في الجروبات. الله يحفظك اختي شاديه شكرا لك بزاف، الله يرحم الوالدين على البارطاج ديالك. ام سليمان تحيه لك ومرحبا بك. هادو ب 9500 درهم 190000 ريال اللي هي 950 اورو. الا بغينا الناس اللي في اللايف كاملين بارطاجيو ومرحبا. اللي بغى شي حاجه يدير لها غير سكرين ويتواصل معنا في الخاص. بالنسبه لهادو راه دايرين له 250 درهم اللي هي 5000 ريال 25 اورو. الموديل اللي بغيتي ديري له سكرين وتواصلوا معنا في البريفيو مرحبا. 25 اورو اللي هي 250 درهم، هادو ديال الرجال وديال العيال حتى هما في نفس الوقت كيلبسوهم. الثمن ديالهم اللي هو 25 اورو 25 اورو اللي هي 5000 ريال 5000 ريال. هذا الموديل اللي بغا يتواصل معنا في البريفيو مرحبا. هادو ب 5000 ريال اللي هي 25 اورو. اللي بغاو يدير لهم سكرين ومرحبا. عفاك الكورمي ديال اللي الغليظه بغيتيها بلديه ولا روميه؟ بلديه ما بقات لياش، كاين غير رومي عندك. لا اختي نزهه ما بقاش ديسپونيبل البغاسليات ديال كارتي. كاينه هذه ديال الام اللي هزا وليد ديالها فيها سنيسلا نيلون، الثمن ديالها اللي هو 1500 درهم 30000 ريال 30000 ريال اللي هي 150 اورو. اللي بغاها يسكرينيها ويتواصل معنا في البريفيو ومرحبا. 1500 درهم 1500 درهم اللي هي 30000 ريال 150 اورو. فين هذيك اللي رسمتي؟ قطعتيها؟ لا هات اخويا ادريس انت شنو كتب لك ايكو. هات هو مناضل معاك، هو كاتب لك ايكو هنا زعما السنيه ديالو، قال لك هابي بيرداي ايكو ادريس. انت السي ادريس هو تقول له انت باش تبان لك واضحه انت هيا سكرينيها باش تبقى عندك انت. راه السي ايكو هو كتبها لك المره الجايه في لاكوموند نصيفطها لك. انت راه جلس مسكين هو كيرسم فيها تبارك الله عليه زعما شي حاجه غزال زعما الدريري والله الا 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 صالح. هذا التاو ديالها اللي هو 1500 درهم 30000 ريال 150 اورو. اللي بغا يسكرينيها ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. 1500 درهم 30000 ريال. انت اخويا ادريس تقول ما مفكركش الناس بارطاجيو ونوصلوا واسي من 1000 واكثر باش تكونوا فعلا كليانات ديالو. الله يحفظكم ستر والله يحفظكم لينا. شكرا لكم كاملين على البارطاج والله الا راكم دائما مساندينا الله يحفظكم. وهانتوما شوفوا انا غنزيدكم ان شاء الله في اخر الشهر، من غنوصلوا ل 1000 دابا غنوصلوا لاخر الشهر غنعطيكم جوج ديال الناس اللي كنشوفهم في اللايف دابا عندي راه نومرين اللي كنشوفهم دائما في اللايف غنعطيهم شي وحده وحده لواحد. وانت الله فيكم ان شاء الله. يلا بارطاجيو معنا في اللايف ومرحبا بالجميع.
اي بارطاجيو وانا معكم بلي كادو ان شاء الله غنبرعوكم. كاين هذا براسلي اللي غزال الثمن ديالو اللي هو 2500 درهم 250 اورو اللي هي 50000 ريال 250 اورو اللي هي 50000 ريال اللي بغا يدير السكرين ومرحبا. 2500 درهم اللي هي 50000 ريال 50000 ريال غزال هذا الموديل هذا اللي بغا يدير له سكرين ومرحبا. خلت ليا الثمن ياك انا جرى خالتي زهرة مرحبا اختي الله يودي مرحبا والف مرحبا ولا خالتي زهرة الله يحفظكم. كاين هذا اللي الثمن ديالو اللي هو 3000 درهم 60000 ريال 60000 ريال اللي هي 3000 درهم 300 اورو اللي بغا يدير له سكرين ومرحبا. هادو هميزات 3000 درهم اللي هي 3000 درهم 60000 ريال 300 يلا اللي بغا 300 اورو اللي هي 60000 ريال. الغزال هذا البغاسلي اللي رائع كيجي في اللبسه. بغيناكم هاد النهار تبارطاجيو كلشي بارطاجي معنا اللايف وشكرا لكم كامل على المسانده ديالكم لينا والله يحفظكم لينا. كاين كولي ديال البنانة 190 9500 كنت فمكناش كراسك واحد البنت والله قلت لك معقول بزاف شرات منك شحال من مره ام البنين الله يحفظك. وراه المعقول اللي دائما اختي ما كاينش شي حاجه من المعقول اللهم لك الحمد. هادشي اللي فينا المعقول هو اهم حاجه عندنا اصلا في المحل من شحال هادي ديال البنانة الثمن ديالها اللي هو 5500 درهم 5500 درهم فيها شوبر هي كي دايره غليظه والبنانة هي كيفاش دايره الثمن ديالها اللي هو 5500 درهم 110000 ريال اللي هي 550 اورو 3000 هذه الثمن ديالها هو 5500 درهم 5 ما نعرفش شنو هو 5500 درهم اللي هي 550 اورو. نتمنىك والله توصل لمليون مشاهده لانك فعلا تستاهل بملامك ومعاملتك اطيب والاخلاق والله الله يحفظك اختي شاديه شكرا لك بزاف والله الا شكرا لك بزاف على هذا الكلام الجميل ديالكم والله الا كتزيدوا تحفزونا بان نعطيو ما اكثر ما بجهدنا ومرحبا الف مرحبا بكم والله الا الله يسهل عليكم الله يرحم الوالدين. كاين هذا الموديل هذا بوندونتي فيه ايات الكرسي الثمن ديالها هو 700 درهم هذه علاقه يعني بوندونتي في الثمن ديالها اللي هو 700 درهم 14000 ريال 70 اورو 70 اورو اللي هي 14000 دوك دميزات اللي باينين خويا وسيم كلشي فيهم تام اختي الامل في الله غير باش نقول لك واحد الحاجه هادو دايرين 140000 ريال فهمتي زوينين ورائعين الا بغيتيهم واعري الثمن ديالهم اللي هو 7000 درهم 140000 ريال الدوره 21 فيهم يعني كيدخلوا الناس اللي كيجيوهم 21 في اليد. هادي اختي العلاقه الثمن ديالها اللي هو 700 درهم 14000 ريال 70 اورو 70 اورو هذا الموديل هذا اللي 14000 ريال اللي بغا يدير له سكرين ومرحبا. وعندنا اللويزا اختي كاينه اللويزا اللي على هذا الشكل هكا ب 1500 درهم اللي هي 30000 ريال هذه ديال الفروج ب 30000 ريال اللويزا 1500 درهم 150 اورو اللي بغا يدير له سكرين ومرحبا. وعليكم السلام ام خليل كي دايره مزيان لاباس عليك مرحبا بك. هادو 1500 درهم اللي هي 30000 ريال وهذه الثمن ديالها 700 درهم 14000 ريال 70 اورو 140 اللي بغى هادي بالبوندونتيف ديالها هي هاد الموديل هذا اللي غندوزو دابا بروموسيون حصريا عندكم هنا في اللايف غيبان يعني غنعطيكم الثمن ديال لا بروموسيون ها هو هادي البروموسيون فيها الثمن ديالها اللي هو بمليون و 24000 ريال هادي بروموسيون بلا سلسله بمليون و 24000 ريال ها نتوما ها هو البغاسلي ها البوندونتيف ها الخاتم مليون و 24000 ريال اللي هي 11200 درهم 11200 درهم اللي بغاهم يسكرينيهم راه حصريا هاد لا بروموسيون عندنا. يا والله واخا حتى لكم كتعطيهم لي فابور وما سبغانكش واختي فاطمه الزهراء والله ما شفت الميساج ديالك راه حنا كنبينوا لي زارتيك الاخت. هادو الثمن ديالهم اللي هو بمليون و 24000 ريال ارتيكل كامل مليون و 24000 ريال اللي هي 11200 درهم 11200 درهم اللي بغاها يسكرينيها ويتواصل معنا سيغ واتساب. هذا راه بروموسيون حصري عندكم في اللايف ديال اليوم ديال مجوهرات السلام للأجمنة جد معقولة عندنا اليوم 11200 درهم اللي هي مليون و 24000 ريال بروموسيون خطيرة اللي بغاهم يدير لهم سكرين ومرحبا. أم خليل يلاه جبتيني غنسول عليك وسيم أم خليل مسكينة دعيو معاها بالشفاء إن شاء الله الله يشافيك أخالتي والله يشافيك ويعافيك الله يحفظك ليا والله ما يمكن تكونيش في اللايف إلا كيكون اللايف طافي ما كذبش عليك ولافتك دايما معنا في اللايف ولفتي نسمع ها؟ هذا تايكو قال لك ولا في سمع ام خليل دائما في لي لايف الله يحفظك اخالتي الله يسهل عليك. كاين هذا الموديل هذا ديال جاكوار اللي فيه باك اللي صحيح فيه غورميت ديال وقيله ديال جوج ريوس اللي فيها نشوف ما فيهاش كاع هذه الكوم. المهم انا نوريكم لا غورميت ديالها ها هي كيفاش كتبان شي حاجه عصريه الحوالق ديالها هما هادو. المهم نتمنى الحلقه تبان هما الاولين ها هي واعره هذه الثمن ديالها اللي فيها ديال راس واحد 11500 درهم هذه اللي فيها غورميت ديال راس واحد ب 11500 درهم واللي فيها جوج دريوس ب 12000 درهم اللي هي مليون و 40000 ريال اللي فيها جوج ريوس ب 12000 درهم
هي 1,040,000 ريال. الله يشافيها يا ربي امين. هذا الثمن ديالها اللي هو 1,030,000 ريال هي 11,500 درهم. كولي فيه يا ربي. هاي هاي لا غورميت، وانا كنقلب على لا غورميت. هاي لا غورميت هذه ب 12,000 درهم وهذه ب 11,500 درهم. هذه فيها خاتم وغورميت وكولي ديالها. مرحبا اختي عيشه، انا ندوز لك كلشي، ندوز لك ان شاء الله. يا مرحبا، يلا هادو بارطاجيو باش كلشي ان شاء الله يستافد من هاد لا بروموسيون. هادي الثمن ديالها كومبلي ب 12,000 درهم اللي فيها جوج دريوس. 12,000 درهم اللي هي 1,040,000 يورو. شكرا ولدي النهي مو خليل المشاكل وحل. الله يحفظك ام خليل، الله يحفظك، الله يسهل. هذا 12,000 درهم اللي هي 1,040,000 ريال. 1,040,000 ريال. كاين هاد الكولي اللي غزال بالنسبه للعرايسات. العرايسات اللي غيتزوجوا راه ما ناسيينكمش، جايبين لكم شي حاجه اللي زوينه. ها نتوما شوفوا هاد الموديل فيه غورميت على هاد الشكل هكا، نوري لكم غورميت بوحدو. خويا واسين تبارك الله عليك، لي زارتيكل ديالك طوب. عاد وصلتني لا كوموند ديالي بالحق، غزاله بزاف حمكم. الله يحفظك اختي رشيده، سمح لنا على الروطار. الله يحفظك. هادي الثمن ديالها اللي هو 9,500 درهم هكا كومبلي. 9,500 درهم هي 190,000 ريال. فيها كولي وفيها غورميت وخاتم وخاتم وحلقات. 950 اورو اللي هي 190,000 ريال. 190,000 ريال هذا الموديل. اللي بغى يدير له سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. 9,500 درهم هي 950 اورو. 950 اورو هذا الموديل اللي بغى يسكريني ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. 40 غرام غطيح عليك ب 14,400 درهم. ام خليل بالشفاء، لاباس عليك والله يشفيك. دعوا مع ام خليل بالشفاء ان شاء الله. اختي ويصال ما شفت الميساج ديالك، راه الميساجات كيدوزو دغيا، داكشي علاش ما كنجاوبش. سمحوا لي، هادو غزالين هاد لي موديل دابا اللي كنوريكم، شي حاجه اللي فنه وزوينه واثمنه، اثمنه جد مناسبه وفي متناول الجميع. وريكم لي براسلي اللي عصريين بالنسبه للعريسات تاعهم اللي كيبغيو براسلي عصريين. واش الشيخ ادريس داكشي اللي كتب لك ولا ما شتيش؟ راه كتب لك واحد الوريقه رائع، بغيت نربح ولفت الكادويس هاد اليومين. مرحبا سي ادريس، تسال كل خير. محل محالك. هادي الثمن ديالها اللي هو 9000 درهم اليوم. اليوم غير ب 9000 درهم اللي هي 180,000 ريال. 900 اورو 9000 درهم اللي هي 180,000 ريال. 900 اورو اللي بغاهم يسكرينيهم ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. 900 اورو هذا الموديل رائعه وزوينه، شي حاجه ديال ديما ما فيها لا حجر لا والو. 9000 درهم اللي هي 180,000 ريال. 900 اورو بقيه الكومنت اخرى ان شاء الله في اخر الشهر. مرحبا اختي رشيده، محلك هذا والله الا محلكم. كاين هذه الثمن ديالهم اللي هو 8000 درهم 160,000 ريال. شحال ديك البنانه بوحدها؟ بنانه بوحدها اختي ب 5,500 درهم. درتي البنات نشبه داك الراد كول كبير، خليتيهم راحة عيوب توسوال. انا غنوريكم، مرحبا انا نوريكم الراد كول شحال داير. هادي ب 74,000 ريال والكبير هادي، هادي ب 74,000 ريال، فيها شي 10 غرام تقريبا. 74,000 ريال ها نتوما، انا نوريها لكم 74,000 ريال. ها نتوما غزاله ورائعه. عندي وحيده اللي بقات اللي جا الاول بصحه، والاخرى الكبيره خلاص راه واقيلا تباعت. شفتو هنايا كاسكي تباعت ولا مازال؟ هادي راه مازال. المهم حتى ترد عليك واه حنا. المهم هادي هي ب 190,000 ريال، هادي الكبيره خلاص. 190,000 ريال هي 950 اورو. 950 اورو 190. اما هادو دايرين ب 8,000 درهم اللي هي ب 160,000 ريال. 800 اورو اللي بغاهم يدير لهم سكرين مرحبا. اختي حسناء غير ما شفت الميساج ديالك والله غير. انا اليوم والله الا جاوبت كلشي زعما اللي دخل عندي الميساج. الرقم الهاتف هو 06-52-15-78-69. احسن كادو تجي انت ويكون عندي الكازا والله. تنجيو عندك اخي ادريس، والله تنجيو ان شاء الله، نجيو لعندك خصك وصحابنا كوجينا في الصيف وضربنا شي بحيره واعره. كازا مالك مالك؟ كازا ماشي دوله. كازا راه قال لك هزه، راه هزه واحد النسبه كبيره في المغرب. هادي الثمن ديالهم اللي هو 7,000 درهم. 140,000 ريال اللي هي 700 اورو. 140,000 ريال. غافينيتي كاين اختي موجود. 7,000 درهم اللي هي 140,000 ريال اللي هي 700 اورو. اللي بغا يدير له سكرين ومرحبا والف مرحبا بكم. الموديلات اللي روميين ورائعين راه تكون كبيره. شحال فيها الجرام؟ تقريبا شي كدا وعشرين اختي لاميس، شي 28 ولا 27 انا نعبرها ونعطيك. هاد الثمن ديالهم اللي هو 8,000 درهم. 8,000 درهم 160,000 ريال. هادو ب 160,000 ريال اللي هي 800 اورو. اللي بغاهم يسكرينيهم يتواصل معنا في البريفي. رقم الهاتف اللي هو 06-52-15-78-69. اما هادو غير ب 7,000 درهم اللي هي ب 140,000 ريال. كي جات كازا واعره، كازا والله الا خطير زعما. اللي ما كانش عندك البيرمي ديال الرموك ما دوزش تمايا. الثمن ديالهم اللي هو 8,000 درهم 160,000 ريال اللي هي 800 اورو. اللي بغاهم يدير لهم سكرين ومرحبا. انا راه ولفنا وليتو مدمنين، ما كنفتلت حتى شي ارتيكل عجبني شي برومو كندير لكم زادا. خلاص من الحياء. مرحبا ديك المره، مرحبا.
يلا فيزا مرحله مرحبا والف مرحبا الله يحفظك اخي ادريس تحيه لك. هادو ب 8000 درهم هي 160 الف ريال 800 اورو ثمن جد مناسب وفي متناول الجميع. هادو غزال ها نتوما يلا واللي بغى شي حاجه يدخل يكوموندي. ها نتوما المليح هاد النهار عندكم الكبيره اسيدي راه تباعت. يلا شكون اللي مازال ما تقداش من عندنا خصنا نقول لكم ما بقاش انتوما يلا اللي بغى شي حاجه مرحبا. يلا نزيد لكم لي كولي اللي رائعين. واحد الكولي واعر هذا الكولي خطير بمعنى الكلمه. ها هو كولي خطير فيه غورميت. ها انتوما شوفوا كيفاش داير داكشي واعر. ها انتوما سمحوا لي بعدا نبين هذا بعدا اللي بغى الكولي والغورميت انا نوريهم لكم نعطيكم الثمن ديالهم لي بروموسيون فيهم. هادو الثمن ديالهم اللي هو 1,130,000 ريال 1,130,000 ريال لا غورميت والسلسله 1,130,000 ريال 1,130,000 ريال 1,130,000 ريال 1,130,000 ريال ياك هي هذيك 1,130,000 ريال اللي بغاو ندير لهم سكرين ومرحبا. هذا 1,130,000 ريال خطيرين فيهم غزالين اللي بغاو ندير لهم سكرين ويتواصل معنا في البريفي ومرحبا. 1,130,000 ريال رائعين اللي بغاهم ندير لهم سكرين ومرحبا. الله يلا مول المليح باعوا راه حسن ما سمي النعاس دخلت اختي جيهان تحيه لك. يلا اللي دخل يبارطاجينا في لي جروب وشكرا للجميع على البارطاج. راه اليوم ان شاء الله غادي ندوز لكم الهميزات والاثمنه دائما اللي جد مناسبه في متناول الجميع. ما عليكم غير تبارطاجيو لنا وحنايا معاكم بلي موديل وشي حاجه غزاله. كاين لالا عندنا هاد لونسومبل اللي خطير ملكي بمعنى ملكي. راه ملكي هذا شي حاجه زوينه يعني روميه من ناحيه ملكيه روميه ماشي بلديه. هادي سلم على ايمن مول 10 دراهم يلاه شريو. والله الا قلتها له البارح قلت له راه دائما كيسولوا فيك قلت له ام خالد زعما راه كتسول فيه قلت له راه عندك كليان ديالك خاصين بوحدك صافي انت غتدخل لهذا الشيء صافي مشينا فيها موسوعه غينيس. راه دخل راه دخل موسوعه غينيس راه ايمن عرفتي راه هو مول البروموسيون اول واحد غيدير البروموسيون واقيلا في مكناس هو ايمن. كاين هذا اللي الثمن ديالهم اللي هو 13500 درهم اللي هي 1,030,000 ريال. الناس اللي كيعرفوا ايمن راه هما الناس اللي قدامين معنا دابا في اللايف هما اللي يكونوا عارفين الثمن ديالهم اللي هو 13500 درهم 1,030,000 ريال 1,030,000 ريال اللي بغاهم يدير لهم سكرين ومرحبا. فيهم بغاسلي وفيهم هادو الثمن ديالو في حلقات وبوندونتيف وسنسله يا خويا حنا داكشي مثلا لبسو قطعوا علينا الطبيب. هادو الثمن ديالهم اللي هو 1,030,000 ريال اللي هي 13500 درهم. اختي هادي الا تقلنا راه بقينا هنا وصافي في لاغتيكل حنا خصنا داكشي خفان زربان وصافي. الثمن ديالو هو 1,030,000 ريال اللي هي 13000 درهم سمحوا لي 13500 درهم 1,030,000 ريال. ممكن اختي حنايا في برج مولاي عمر وكان ليفريو في اي مدينه في المغرب فيما كنتي في المغرب كنصيفطو. كاين هذا ديال الجاكوار ب 190,000 ريال هذا ديال الجاكوار ب 190,000 ريال اللي هي 9500 درهم 9500 درهم اللي هي 950 اورو اللي بغاهم يسكرينيهم يتواصل معنا في الخاص ومرحبا. 9500 درهم اللي هي 950 اورو اللي بغاهم عليه غير يتواصل معنا في البريفي رقم الهاتف اللي مايبانكلي لكم هنا في لاباج ومرحبا. كارتي اختي غدا غنجيبو ان شاء الله سمراء غدا غنجيبو ان شاء الله اختي ايمن اخ واسيم الصغير كيبيع لينا كلشي ب 10 دراهم والله الا 10 دراهم كاين كيقول لي 10 دراهم. شوف انا كنعرفو لالا عائشه من ليك ليون القدام نشوف ام خالد خلاص كتعرفيه ام سليمان راك عرفتيه خلاص. المهم راه كاين ايمن احسن ذهبي والله الا عند البارح قلتها له قلت له حقاره الناس دائما كيسولوا فيك وهذا قال لي ويلي 13500 درهم 130,000 ريال لا 13 غير لا غلطت اختي ناديه الكرام. لالا توريا 370 درهم دابا هذاك بدلي ب 130 اختي ساج 1,070,000 ريال ماشي 1,030,000 ريال راني غلطت ويا بلي اختي الله يشافيك قلت لي واختي ايمان حنايا شتي فين شتي البرج اللي جهه الملاكي مشي مشي اللي جهه المارشي اللي جهه الملاكي من توصلي للملاكي اونفاس ليك واحد القهوه كاينه تمايا كتهبطي في داك الدرب الا كنتي على رجلك مي كتهبطي اختي كتوصلي للشارع ديالنا اونفاس لا فارماسي اسماعيليه ومرحبا والف مرحبا بكم. 13500 درهم 170 لا 13500 درهم 1,070,000 ريال راه غير غلطون كلشي ب 10 دراهم ايمن كيقول لهم كلشي ب 10 دراهم ايمن حنا راه تجمعين الحانوت بقى كلشي ب 10 دراهم 5 دراهم 5 دراهم
هادو عاوتاني موديل لي زويون، هذا خطير، انا كيضربني هذا الموديل، هذا رائع، هذا الموديل هذا شوفوا كيفاش داير، خطير في اللبسه. الثمن ديالو اللي هو 1,060,000 ريال، 13000 درهم اللي هو 1300 اورو. يلا بغينا كلشي بارطاجي في اللايف، هذا الثمن ديالو اللي هو 13000 درهم 1,060,000 ريال. مالك البرومو هو ايمن، الثمن ديالو هو 13000 درهم 1,060,000 ريال، 13000 درهم اللي هي 1,060,000 ريال، 1,300 اورو اللي هي 13000 درهم 1,060,000 ريال. خطير خطير هذا المونسومبل هذا، واعر. 13000 درهم اللي هي 1,060,000 ريال، 1,300 اورو، شي حاجه راقيه ورائعه وثمن جد مناسب، وكل شيء ممكن يلبس، راه كل شيء غيلبس معنا ان شاء الله هذا العام والعام الجاي، وما دمنا في الحياه كل شيء غيلبس معنا. غنعطيكم واحد الطريقه زوينه بالنسبه للناس اللي ما كيجمعوش الفلوس. شوفي هادو ثلاثه البراسليات الثمن ديالهم اللي هو 8000 درهم، هادو ثلاثه اللي بغاسلي ب 8000 درهم. انت دابا ما عندكش الفلوس ديال 8000 درهم، غتشري غير واحد هاد المره، هذا 8000 درهم غنحسبوها لكم غير ب 2600 درهم، واحد 50 درهم الله يسامح فيها. هادي الثمن ديالها هي 2600 درهم اللي هي 52000 ريال لواحد. من بعد عيطي ليا قولي لي اخويا وسيم راه بغيت خو هاد البغاسلي هذا بهاد القياس هذا نفسه، صاوبوا ليا عاوتاني تصاوبي الثاني، يسهل الله عاوتاني كملي ثلاثه، هانتي درتي شي ثلاثه في خلال عام. هادي الثمن ديالها اللي هو 160000 ريال لواحد 52000 ريال، 2600 درهم 260 اورو. اللي بغا يدير السكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. ثلاثه اللي بغا سليب 8000 درهم وواحد ب 2600 درهم 260 اورو، اللي بغا يسكرينها ومرحبا. اختي انا والله الا ناقص واحد السيده هي دات الغادكو دابا، راه داتها بثمن زويون، وراه كنديروا مع كلشي مزيان، يعني كلشي ان شاء الله يتقدم عندنا بالاتمينه باش كتبغيو، غير ما تكونش الكسور فيها وصافي، يعني نديروا معكم حنايا فوق المزيان. كاين اختي سنيسلات، الناس اللي كيقلبوا على البروموسيون في السناسل ها هما جبناهم ليكم اليوم ان شاء الله باتمينه اللي جد مناسبه. كاين السنسله الاولى، الا السنسله راه دايره غير 900 درهم هي 18000 ريال، بلس 1300 درهم اليوم غير 900 درهم هي 18000 ريال. هادي راه سون دي بروموسيون اللي غزاله، الثمن ديالها اللي هو 900 درهم 18000 ريال 90 اورو. لالا نجات وعليكم السلام مرحبا، 900 درهم هي 18000 ريال 90 اورو. كتجي السنسله على تشكيل ماشي نيلون، هذا بوندونتيف خفيف، الثمن ديالها اللي هو 900 درهم 18 ها هو يطيح لك، الثمن ديالها اللي هو 900 درهم 18000 ريال 90 اورو. خويا دريس انا المره الجايه غنجيب لكم قياسات كبار ان شاء الله، يكون هادي 900 درهم اللي هو 18000 ريال 90 اورو. اللي بغاهم يسكرينيهم ومرحبا، رائعه رائعه هذا الموديل هذا، اللي بغى يدير السكرين ومرحبا. كاينه لالا عندنا الموديل ديال تيفينار، الثمن ديالو اللي كان ب 1500 اليوم غير 1400 درهم، 1400 درهم هي 28000 ريال 140 اورو. هذه سنيسله ب 140 اورو اللي هي 28000 ريال 1400 درهم، لا ليفريزون غراتوي بلس الكادو اللي كنصيفطو لكم ومرحبا. 1400 درهم هي 28000 ريال 140 اورو. مازال ما جبناهمش لالا زرهوني، لالا هذا لالا رشيده اسمحي لي. كاين هذا الموديل هذا ديال الفان كليف اللي رائع حتى هو، الطاوسه واخا اختي كاوتر مرحبا. هذه ب 1400 درهم هي 28000 ريال 1400 اورو تقريبا، 1400 درهم اللي هي 1400 درهم هي 28000 ريال 140 اورو. هذه اللي بغا يسكرينيها ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا، هذه راه بروموسيون غزاله. واش ذهب؟ هذا الشيء راه ذهب 18 كارا. لالا ويصال دابا بالطلب اللي طلبتو لنا، انا غنقول لكم حاجه وحده، هي ملي نكونوا دايرين بروموسيون في شي حاجه يعني راه ما كيكونش فيها الكريدي، اما ملي تكون الحاجه مهم شوفي الحاجه اللي بغيتي وراه كنديروا الكريدي. المهم هادشي اللي نقدر نقول لك، شي حوايج قلال اللي ما كنديروش فيهم مرحبا. هادي الثمن ديالها دابا، هادشي راه عاد درناه دابا، ما كناش كنديروا شحال. هادي الثمن ديالها اللي هو 1700 درهم 34000 ريال، 34000 ريال اللي هي 170 اورو، 1700 درهم اللي هي 170 اورو ديال لانفيني. اللي بغاها يسكرينيها ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. 1400 درهم هي 28000 ريال 140 اورو، اللي بغاهم يديروا السكرين مرحبا. انت غير نفاس غنجي عندكم ان شاء الله. اختي غزلان في مكناس، في مكناس 1900 درهم هذا الموديل ديال الخميسه، فيها شوبر اللي صحيحه، الثمن ديالها اللي هو 1900 درهم 38000 ريال اللي هي 190 اورو. اللي بغاها يسكرينيها ويتواصل معنا في الخاص مرحبا. 1900 درهم اللي هي 38000 ريال 190 اورو، موديل غزال ورائع، اللي بغى يسكرينه يتواصل معنا في بريفيو مرحبا. 1900 درهم هي 38000 ريال 190 اورو. نتمنى هاد الموديلات يكون نالوا الاعجاب ديالكم، حقاش هاد الموديلات راني كنجيبهم رائعين وزوينين، يعني شي حاجه ديال الدوام ومرحبا بالجميع. اللي بغى سنيسله ديال جاكوار في هاد الموديل هذا، هذا الثمن ديالو اللي هو 3200 درهم،
هذا الثمن ديالو اللي هو 3200 درهم 320 اورو 64000 ريال. ولكن في هذا الشيء كامل ها اللي تقيقل هو هذا، ما السنسله راه ما ثقيلاش بزاف. الثمن ديالو اللي هو 3200 درهم اللي هي 64000 ريال 320 اورو 320 اورو اللي بغا يسكرينيها ومرحبا. 3200 درهم اللي هي 64000 ريال. كنجي للمغرب كندوز على مكناس وبغيت نتقطع عندك كلشي كيشكرك. الله يحفظك اختي ويصال على الراس والعين. يمين تكوني باغا شي حاجه علميني قبل باش حتى ما كانش نوجدها لك. هادو الثمن ديالها اللي هو 2200 درهم 44000 ريال 220 اورو. 2200 درهم اللي هي 44000 ريال 220 اورو اللي بغا يسكرينيها ومرحبا. خلاص هادو ها كيفاش كيديروها، غادي راه كطلع للفوق وهادي لتحت، هادي في وسط في. هادي الثمن ديالها اللي هو 2200 درهم 220 اورو اللي بغا يدير لها سكرين ومرحبا. خويا انا بغيت تقولي لي فيه ممكن كريدي. مرحبا اختي ماريكا، شوفي اللي بغيتيها ودخلي عندي البريفي اختي ندير معاك الكريدي على الراس والعين. احنا هنا بغينا كلشي يدي دابا. انا هاد القضيه هادي حتى قالت لي واحد السيده مسكينه، قلت لي كاين اللي ما عندوش، ماشي ما عندوش يعني يلاه كيتكافى بنادم الله يحسن العوان، كيتكافى مع مع الوليدات ومع مع راه بزاف راه الله يحسن العوان والله تكون كتشد مع شنو كتشد، وكان عندك زعما بزاف د الطرق الله يبات ساليها الله يحسن العوان. ولكن نديرها معكم على الراس والعين، نتوما دابا كليان ديالنا والمشجعين ديالنا، نديرها معكم على الراس والعين ما كاين حتى مشكل. يلا بارطاجيو لنا، بارطاجيو هذا اللايف هذا باش كلشي ان شاء الله يستافد من هذه البروموسيون اللي غزاله دايرها لكم اليوم. ومرحبا بالجميع على اي حاجه بغيتوها على الراس والعين. كاين هذه ديال الطوسه هي ب 1000 درهم، 1000 درهم هذه ديال الطوسه غير ب 1000 درهم. والله وسيم الله يعطيك الجنه تتبع لينا الرخاء وتزيد تعلمنا كي نجمعوا. شكرا بزاف ولفناك يا وسيم الله يحفظك اختي شاديه والله الا على الراس والعين. والله دابا شوف مي كنهضر معكم انا في اللايف والله ما كنديروا زعما على اساس نتوما كليان، كندير لكم على اساس عائلتي زعما بحال راه عائله، راه الناس واش اللي كتلقى الناس كيبغيوك وهذا بدون مقابل وهذا راه قليل يعني مشجعين تبارك الله والله الا شكرا لكم بزاف. كاين هذا الموديل ديال الخميزه 1000 درهم ليا 20000 ريال ماريا ماريتا هي كليانه ديالنا، غير ما عرفتش علاش ملي كتقول لي كندخل عندك البريفي ما كنجاوبهاش ما عرفتش علاش. 1000 درهم ليا 20000 ريال 100 اورو، هذه 100 اورو هذا الموديل اللي بغا يسكرينيها ومرحبا. 1000 درهم ليا 20000 ريال. ندوز لكم واحد السلسله مفتوله هي هذه الموديل المفتول ها انتوما. هادي الثمن ديالها اللي هو 2200 درهم 44000 ريال 220 اورو. هادي 2200 درهم ليا 220 اورو اللي بغاهم يدير لهم سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. اختي حسناء الميساج ديالك كتقول لي كنصيفط لك ميساج ما باليش انا كنعاودو. 2200 درهم ليا 220 اورو اللي بغا يدير لها سكرين ومرحبا. 2200 درهم الف كوبي الميساج اللي كيتصيفط الميساج وما كنقراهوش كوبي ويصيفط بزاف. 2200 درهم ليا 220 اورو اللي بغاهم يدير لهم سكرين ومرحبا. السلسله اللي في الطاوسه دايره ب 600 درهم اختي رشيده، جبتي براسي كارتي عريض غدا عاد غنجيبهم اختي بوتينه ان شاء الله يكونوا عندي في المحل. وانا غنبرعكم عاوتاني دابا بالمليح ها انتم المليح غنوريوه لكم دابا شي حاجه اللي راقيه وزوينه واثمنه مشجعه للجميع. غنحطهم في يدي باش يبانوا لكم مزيان ها انتم هاي يا بسم الله. كاين هذا الموديل الاولاني غافينيتي ب 54000 ريال 2700 درهم 270 اورو ديال اللايف اختي اسماء تسعود، تسعود وقسمين تسعود ونص كنديروا اللايف. هذا الثمن ديالو اللي هو 2500 درهم 250 اورو 50000 ريال اللي بغا يدير لها سكرين ومرحبا. هذه اول وحده 50000 ريال. كاين هذه ديال لي بول ها هي كيفاش كتشوفوا، الثمن ديالها اللي هو 1700 درهم اللي هي 34000 ريال 34000 ريال اللي هي ب 170 اورو اللي بغا يسكرينها ومرحبا. مرحبا ام خالد غير دخل عندي البريفي والله ما عرفتش انا ما كتقول المره الجايه من دخلي اختي ماريا قولي لي انا هي ماريا بعدا باش نعرفك. هذه الثمن ديالها هو 1400 درهم 28000 ريال 140 اورو. هذه الثمن ديالها 1800 درهم 36000 ريال 180 اورو. هذه ب 4500 درهم ليا 450 اورو اختي نورا دابا سرت لها البرومو سامبل ب 370 درهم، من غيرها كتباع لك تقريبا ماشي 400 درهم، الا كانوا موديلات واحد اخرين راه كيطلعوا اختي ب 400 درهم شويه دابا غالي. دابا تما واخا كنديروا ايام ندير في البروموسيون كتبقى دابا غالي اختي من عنده ماشي من عندي. هذه 2700 درهم اللي هي 54000 ريال 270 اورو 54000 ريال اللي بغاهم يدير لهم سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا بالجميع. تبارك الله عليكم، شكرا للجميع على التتبع ديالكم على المسانده ديالكم لينا ومرحبا والف مرحبا بكم. اي حاجه بغيتوها ما عليكم غير تواصلوا معنا في رقم الهاتف اللي هو 06 52 15 78 69 وحنا دائما نروحوا للاشاره ديالكم اي حاجه بغيتوها
تواصلوا معنا على هاد الارقام وسكريني والحاجه اللي بغيتوها ونصوروها لكم ومرحبا بكم. وصلنا للنهايه ديال اللايف ان شاء الله، وتبارك الله عليكم والله يعاونكم والله ييسر لكم اموركم. حتى غدا نشوفكم ان شاء الله في نفس الوقيته، ما بغيتش نطول حقاش راه عندي ديزارتيكل غدا عاوتاني الجديد كيف ديما. ومرحبا بالجميع ديال الطروات دي. كاينه اختي خديجه، ها هو الثمن ديالو غير 7000 درهم، هو بالخاتم ديالو غير ما عرفتش حطينا الخاتم، ها هو الخاتم الثمن ديالو هو 7000 درهم، 140000 ريال، 140000 ريال، ها هو 140000 ريال، هذا كومبلي 140000 ريال. وتصبحوا لي على خير، الله ييسر لكم اموركم والله يعاونكم. انا بغيت التليفون من تحت راه كيتهرس لك، زعما باغي فيك هذه الخدمه هذه ما يكتبش. هذا الثمن ديالو، المهم اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا في الخاص. ومرحبا والف مرحبا بكم، تصبحوا على خير والله ييسر لكم اموركم والله يعاونكم والله يحقق لكم داكشي اللي بغيتو، وتشريو من عندنا واي حاجه بغيتوها تحقق لكم، الله ييسر اموركم الله يعاونكم، تصبحوا على خير، الله يحفظكم.